شهدت السنوات الأخيرة تطورات كتير بالغة بأهمية تصميم المطبخ. مثل ما كنا عم نحكي، المطبخ هو المكان اللي بتقضي فيه ست البيت يمكن نص نهارة بالضبط، وبالإضافة أنه نحن كأفراد موجودين بهذا البيت، اللمة الحلوة بتكون دائماً بالمطبخ على هاي الطاولة، حتى لو كانت صغيرة بنجتمع عليها لحتى نحس بالحميمية واجتماع الأسرة. ولكن اليوم ومع تطور العالم صار للمطبخ حكاية كاملة، بدأت تتطور وتسارعت بالعصر الحديث، فهو مملكة المرأة وأيضاً المكان المشترك لكل أفراد المنزل والرابط اللي بيحافظ على التواصل بين الجميع. بهالموضوع أكيد بستنى نرحب بمهندسة الديكور الأستاذة منى عمري من شركة جوهرة كابيتال للتصاميم الهندسية والديكور. صباح الخير مدام، وأهلا وسهلا فيك لليوم. صباح النور. يسعد صباحك أستاذة، أهلا وسهلا فيك. طبعاً رح نحكي عن المطبخ بتفاصيل موسعة من ناحية وظيفية تشغيلية، ومن أيضاً من ناحية الديكور والشكل. نحن معنا فيديوهات رح نبدأ نشوفهم، خلينا نشوف الفيديو الأول ونرجع لنعلق عليه. بدأ مثل ما كنا عم نشوف نحن والمشاهدين مجموعة من الصور لتصاميم عصرية للمطابخ، وكنا عم نحكي قديش فعلا هي التصاميم مميزة، قديش بتتسم بالبساطة وبنفس الوقت بالأناقة. خلينا بداية نعرف المشاهدين شو هي أهم الأساسيات اللي لازم تكون موجودة بديكور أي مطبخ، أو شو هي العناصر الأساسية اللي مفروض أنه ننتبه لها لما نختار الزاوية اللي بده يكون فيها المطبخ بالبيت. تماماً. هلأ مثل ما حكيتي تفضلتي من شوي أنه المطبخ هو أهم ركن بالنسبة لسيدات المنزل وللأفراد كاملة، يعني لأنه هو عم يعبر عن آلية الحركة، يعني ما فينا نستغني عنه، وأكثر شيء مستهلك هو بالبيت. فمع هالتسارع التطورات هي اللي صارت فينا صرنا نطلق عليها هندسة المطابخ، عم تضم كتير تعقيدات، كتير تفاصيل دقيقة عم تعطي التصميم حق. نحن بنعتمد بالعمل على قسمين، القسم التكنيكال يلي هو القسم التقني. كثير المطابخ الحديثة صارت تهتم بالصحة الجسدية لسيدة المنزل، صح؟ فصارت عم تعتمد مبدأ السحب أو مبدأ الرفع الهيدروليك، هذا كله مثل هلأ ما بدنا نشوف بالصور. هذا كله عم يوفر على سيدة المنزل الطاقة، الجهد، الانحناء المتكرر. فنحن كل شيء صار أسهل وأقرب لإلها. تماماً، كل شيء عم يخدمها لعندها، لغت فكرة الانحناءات المتكررة. مثل الصور بالضبط اللي عم نشوفها هلأ حالياً على الشاشة، كله سحب، كله جرارات، ما في كتير جهد
يعني ما في انه انده لاخوك ليجيب لي البنجره اللي موجوده فوق. بيوفر مساحات يعني نحن تماماً. عم نخبي كل الكركبه تبع المطبخ اللي هو اكثر مكان ممكن يكون مكركب بالبيت بطريقه كثير انيقه ومخفيه يعني بنحس تماما. حتى صار بلمسه صغيره ما عاد في داعي لفتح واستسكير فتح، يعني بلمسه صغيره عم تتخدم كل طلباتها لسيدات المنزل. طيب استاذه قد ايه بده مساحه هذا الموضوع ولا ما شرط؟ لا حسب مساحة المطبخ نحن بنشتغل، يعني نحن بهمنا نستغل كل سنتي يعني بالمطبخ ليخدم فكرة التخزين لست المنزل. أوكي. عنا القسم الثاني اللي هو بيحكي عن الألوان والديزاين. بالنسبة للألوان عم نعتمد الألوان الدارك الغامقة اللي هي عم تعطي فخامة للمطبخ الصراحة، مثل البلاك أو درجات الرمادي أو حتى عم نعمل كونتراست بهي الألوان، يعني مندخل مثلا عن اللون الغامق اللون الأبيض أو الخشبي، فهو عم يظهر فخامة هذا اللون الغامق فعم يعمل كونتراست بالمشهد يعني. حلو كتير. هي أول مرة بيخطر على بالي إنه ممكن يكون مطبخ أسود ويطلع حلو بهي الطريقة. تماماً. يعني بالعادة دائماً بروح على ألوان فاتحة لحتى يكون المكان شرح أكثر يكون بتحسي يعني. هذا الشيء منتبعه نحن منكون حرين باللون بالمساحات الكبيرة مثل ما حكى الأستاذ ورد. نعطي الألوان الغامقة، أما لما بيكون المساحات شوي ضيقة فنحن عم نعتمد الألوان الفاتحة لأنه هي بتحسسك بالوسع، فأنت بهمك أنه تكون ست البيت نفسيتها مرتاحة يعني ضمن المطبخ. تمام. بالنسبة للديزاين عم نتبع المطابخ المغلقة يلي هو عم يكون في كفر كامل لكل شيء، للرفوف حتى للأجهزة الغسالة الجلاية البراد، فعم يكون مجرد لوحة عم تشوفيها بالمطبخ يعني مو كل هذا الشيء اللي بالضبط بوسط البيت وبتعتني فيه وهي هذا كله انتهت منه. هلا أنا واثق كل المشاهدات اللي عم يتابعونا مثلهم مثل جودي، الابتسامة ارتسمت على وشها بشكل كتير كبير لأنه فعلا هو عالم ست البيت وعالم كل أنثى وحتى الأطفال بيجتمعوا حوالين الوالدة اللي بتكون بالمطبخ. تماماً، هي فكرة الأطفال بنتبعها بتصميم الجزيرة بالمطبخ. الجزيرة بالمطبخ كتير عم تخدمها لست البيت لأنه عم تكون احتياجاتها كلها ضمن هي الجزيرة، فما بتضطر تقطع أشواط يعني لحتى تخدم حالها. صح. بالإضافة لأنه اللمة الجزيرة نحن على الهواء مشان العالم يعرف شو قصدنا بالجزيرة. تماماً، اللمة عم تكون أو كمساعدة ربة المنزل عم تخلق علاقة حلوة، فبالتالي بينعكس هذا الجو على البيت ككل يعني. تمام. طب استاذه نحن انتقلنا للتصميمات الكيرفي اكثر من الشارب، يعني الحواف الحاده هي مطلوبه اليوم ولا لا المنحنيات اكثر؟ هلا هذا خط تصميمي بتتبعه يعني، اما بيكون حسب طبعا الزبونه شو رغبتها شو تخيلاتها شو تصوراتها، نحن بنشتغل على الوظيفه الصح وعلى التصميم الصح وبنتبع هذا الخط التصميمي بكل تصميم المطبخ. تمام. نحن رح نشوف كمان هيك صور ونعلق عليهم مع المشاهدين، يمكن الصور بتحكي عن طريقه تشغيل المطبخ، نحن كيف بنحط ببالنا طريقه تشغيل المطبخ قبل ما نصممه؟ نحن عندنا ثلاث محاور بنعتمد عليهم بتصميم المطبخ يلي هي البراد والحوض والغاز. الأساسيات. الأساسيات طبعاً بقاعدة تريانجل لازم يكونوا بصورة على شكل مثلث، برأس كل مثلث حيشغل وظيفة. منها منحقق التباعد بحيث ما يطغى وظيفة على وظيفة، يعني المي ما تأثر على الغاز، بنفس الوقت حرارة الغاز ما تكون مأثرة على البراد إذا كان قريب عليه. فنحن بنمنع هذا التاتش بهذا الموضوع. حتى إذا كان في استطالة بالمطبخ فنحن ما بنقدر نحقق هي القاعدة طبعاً، فمنحافظ كمان على هي المسافات بحيث نمنع هذا التاتش اللي حكينا عنه. عم نشوف اللي عم تحكي لنا عنه مدام بصور وقياسات وتقطيعات وكيف ممكن تكون المسافات آمنة لحتى نحن نقدر نوزع هي المساحة ونستغلها بطريقة صحيحة حتى لو كانت صغيرة. طب مدام خلينا نحكي أكثر عن أحياناً بنشوف إنه في مطبخ فعلاً بيكون كتير حلو فيه كتير تفاصيل جمالية فيه كتير تفاصيل فنية، بعض السيدات بخافوا من هذا الموضوع لأنه مثل ما كنا عم نحكي إنه المطبخ هو أساساً أغراضه كتيرة وكل الوقت مي وصابون وهيك، فبخافوا من هاي التفاصيل. شو الإضافات اللي ممكن نضيفها للمطبخ تعطينا جمالية للمكان ونفس الوقت ما تحسها ست البيت يعني بالمعنى العام كركوبة بين إيديها؟ تماماً. أنت عم تحكي عن المطبخ المتميز، ليش هو متميز؟ صح. المطبخ المتميز لما بتجتمع الخبرة مع الإبداع حيعطيكي هذا المطبخ المتميز. يعني الاهتمام بأدق التفاصيل
ممكن لمسة بسيطة تعطيك الانسجام التام، مثل الاكسسوريز، الخلاطات، لما بتمشي بخط تصميمي معين مع كل المساحة، ممكن تكون الفورمال أو مثل ما حكينا المنحنيات، خلاطات بتطير العالم لما بيمشي هذا الشيء بانسجام تام، هيعطيك لوحة فنية متكاملة. نحن نحط كونسبت معين ونمشي بثيم عام، نحن نطبقه على كل المطبخ، نحكي قصة بالمطبخ فعلا. تماما هيك بيعيشوا مصممي الديكور وهيك بيعيشوا مهندسي العمارة الداخلية. تماما دائما في ربط بين كل شيء لحتى تكون في انسيابية بالنظر. إضافة طبعا للوظيفة اللي حكينا عليها اللي هي حتكون صح مهندسة العمارة الداخلية وتصميم الديكور الأستاذة منى عمري من جوهرة كابيتال للتصاميم، أهلا وسهلا فيكي وشكرا لإبداعكم فعلا. بتشكركم نورتينا مدام ويعطيكم ألف عافية. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا.